في عناوين النشرة: إبراهيم الأمين يمثل أمام المحكمة يعلوه عماد مغنية، يطعن يصمت وينسحب. أريد أن أنسحب. At least let's say goodbye. السفارة السورية في اليوم الثاني لتجديد البيعة. سوريا ترحب به، وسوريا أم شديدة الحنان على أبنائها. العداد يسجل 11 صوتاً في الدقيقة. أسرع شوي لو سمحتوا. الورقة بتحطوا إشارة صح تحت اسم المرشح تبعكم، بتحطوا الورقة بالزرف وما بتخزقوا ولا صورة. الراعي في كفر برعم لقاء على أنقاض القرية المدمرة. سيدنا اليوم معنا تيصلي لرجوعنا لهون. من قناة الجديد في بيروت، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية. المثول أمام المحكمة الدولية لتسجيل الرأي أصبح عقيدة وجهادة، وفي حضرتها قال إبراهيم الأمين كلمته ومشى، جاء إلى المونتي فيردي ليطعن بشرعية لاهاي، حضر لينسحب، غاب ليبقى عالقا في بضع عبارات رماها في وجه المحكمة، ووزنها على مقام فلسطين ودماء حرب تموز وعدم مصداقية مجلس الأمن. إبراهيم الأمين على المقاومة اصطحبها معه إلى مبنى المحكمة وساما على الصدر، يأتي على صورة الشهيد عماد مغنية، وجعل رئيس تحرير صحيفة الأخبار من فلسطين عاصمة الكلام، معلنا أنه سيلتزم الصمت بعد ذلك ولن يعين محاميا له. ولما قاطعه القاضي أعلن الأمين رغبته بالانسحاب، قرار أربك المحكمة وقادتها بين ادعاء ودفاع ورئيس غرفة، وساد الجلسة جدل وبلبلة حول قرار تعيين محام للمتهم، وانتهت الجلسة على التعيين. أما إبراهيم الأمين الذي لم يعترف بالمحكمة فلن يعترف بوكيله المعين من قبلها، وهو عاد إلى صحيفته ليتلو على الرأي العام ما لم يستكمله في الجلسة. ومن المونتي فيردي إلى اليرزي، حيث تجديد البيعة للرئيس السوري استكمل اليوم بتنظيم قد يعوض غزوة الأمس الانتخابية. ومع الأصوات المتدافعة إلى مبنى السفارة السورية، ظل صوت الأمانة العامة لقوى 14 من آذار يئن رفضا لمشهد اعتبرته استفزازيا، وطالبت بترحيل من أدلوا بأصواتهم. لكن من اقترع على مدى يومين هم سوريون هربوا من إرهاب المقاتلين على الأراضي السورية ولاحقهم أذى التكفير والجهاد، انسحبوا من مشهد القتال لأنهم مدنيون واختبأوا من عيون المسلحين، والذين كان بينهم لبنانيون يقاتلون في ساحات الجهاد هناك. هؤلاء مارسوا زحفا انتخابيا لنقطة محددة، ولم ينفذوا انقلابا على الوطن أو يتوزعوا للسيطرة على سيادته حتى نطالب بترحيلهم. هم وجهوا بهذه الدعوات لمجرد أنهم انتخبوا بشار الأسد، لكن ماذا لو ظهرت فئة أخرى وطالبت بالمثل وكانت على رأي النقيض، مطالبة بترحيل كل من لم ينتخب الأسد؟ تلك هي العراضات ولن يستقيم أي منها، وربما كان الحل الأكثر قربا من الواقع هو تنفيذ اقتراحات وزير الخارجية جبران باسيل بتنظيم العودة للمناطق السورية التي أصبحت تنعم بالأمن، وكل ما عدا ذلك استثمار سياسي وتجارة في غير سوقها. إذن الزميل إبراهيم الأمين يمثل أمام المحكمة الدولية من بيروت. لم يكن حضور إبراهيم الأمين إلى قاعة المحكمة الدولية سوى تطبيق حرفي لما أعلنه صباحا على غلاف صحيفة الأخبار، فهو قرر أن يتخذ من المحكمة الدولية منبرا لاتهام المحكمة ومحاكمتها باسم الضمير والأخلاق وحرية الصحافة والسيادة الوطنية والمقاومة وروح القوانين وباسم قضيتنا المركزية فلسطين. وبالفعل فإن فلسطين كانت مركز خطاب الأمين أمام المحكمة، والمقاومة وضعها حرزاً على صدره، والقانون كان أساس مواجهته،
فعند الساعة 4 عصرا بتوقيت بيروت وصل الأمين إلى المونتيفردي ودخل القاعة المخصصة للتواصل مع المحكمة في لاهاي عبر نظام المؤتمرات التلفزيونية من دون محام، فهو قرر أن يكون محامي نفسه. وبعدما تلت المحكمة حقوقه عليه طلب الأمين بكلمة له أمامها، فأكد خلالها أكثر من مرة عدم اعترافه بشرعيتها، فهي منبثقة عن مجلس الأمن الذي لا يثق به أي عاقل. دوري هنا لم يكن بإرادة الحرة على الإطلاق، بل هو أقرب إلى تنفيذ مذكرة جلب، وها أنا أبلغكم اليوم بأنني لا أعترف بشرعية هذه المحكمة، وهي مؤسسة اخترعها مجلس الأمن الدولي، المؤسسة التي لم تضمن يوما سلامة العالم. هناك أرض اسمها فلسطين، لا يزال شعبها هو الوحيد على وجه الكرة الأرضية الذي لا يحق له تقرير مصيره، بينما ترتكب كل الجرائم بحقه، فلا يتحرك مجلس الأمن ولا تقام محاكم دولية لملاحقة مجرمي الحرب من الصهاينة. كلمة الأمين قطعها القاضي لتييري، وهو الذي كان على علم بها ووصلته نسخة عنها قبل الجلسة. إن وجودي هنا اليوم لا يعني مطلقا أنني أعترف بمحكمتكم. تحدثت عن مذكرة توقيف، ليس هناك مذكرة توقيف، أنت تتحدث عن أمور لا تتعلق باختصاص هذه المحكمة. نحن ليس لدينا اختصاص حول الوقائع التي ذكرتها. عندها وبحسب الأمين فإن هواجسه كانت في مكانها، وأكد أنه سيمثل نفسه والشركة في جميع الجلسات وسوف يلتزم الصمت دائما. أبلغك أنني ألتزم بحقي بالصمت الكامل طوال فترة الإجراءات، وأرفض توكيل محام للدفاع عني أو عن شركة أخبار بيروت، وأرفض بشدة أن تفرضوا علي محاميا من جانبكم. وسرعان ما دخل القرار حيز التنفيذ. القاضي لتييري، أنا أفهم كل هذه التصريح على أنها إقرار بعدم المسؤولية. وبعد دقائق عدة رفع الأمين الجلسة. آمل أن يسمح لي بالعودة إلى منزلي الآن. القرار لك، أنت تتمتع بالحرية الكاملة، ما الذي تريد أن تفعله؟ أريد أن أنسحب. القاضي لتييري، على الأقل فلنخاطب بعضنا بالقول. إلى اللقاء. مغادرة القاعة جعلت المحكمة بقاضيها وفريق ادعائها يعيشون حال ضياع، وكأنهم لم يتوقعوا خطوة كهذه، وكيف لهم وهم لا يعرفون للحرية معنى، بل وظيفتهم باتت اليوم قمع الحريات. نتخذ تدابير لتعيين محام بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة حتى نتمكن من مباشرة الإجراءات. فريق الدفاع ركز على ضرورة احترام قرار الأمين بعد تعيين محام، فطال النقاش بينه وبين القاضي ليطلب الأخير بعد جدال مطول تعيين محام للأمين. أطلب تعيين محام لتمثيل المتهم ولمعاونته، لأن ذلك يخدم مصلحة العدالة ويضمن محاكمة عادلة وسريعة. وبعد تلخبط طال المحكمة بأساساتها المهتزة عبر خطاب الأمين وبأسسها القانونية الركيكة بعد مغادرته، رفعت الجلسة إلى حين تعيين تاريخ جديد للجلسة المقبلة. صحيفة الأخبار تتابع جلسة محاكمتها من دون اكتراث إلى ما قد تحمله من قرارات، انطلاقا من قاعدة أنهم لا يعترفون بها ولا بشرعيتها. يوم جريدة الأخبار بدا كأي يوم عادي، كل يعمل على قطعته، إنما بانتظار كلمة زميلهم إبراهيم الأمين أمام المحكمة الدولية. والانتظار هذا كان لمراقبة رد فعل المحكمة، إذ كانوا على اطلاع على جو المضمون مسبقا، وبدا ذلك واضحا من خلال ما نشر على الصفحة الأولى موقعة باسم إبراهيم الأمين وفيها:
قررنا أن نتخذ من المحكمة الدولية منبراً لاتهام المحكمة ومحاكمتها باسم الضمير والأخلاق وحرية الصحافة والسيادة الوطنية والمقاومة وروح القوانين وباسم قضيتنا المركزية فلسطين. أنا شخصياً لا أحترم هذه المحكمة على الإطلاق بعد الذي حصل معي اليوم، والحالة الوحيدة التي يمكن لي أن أستأنف التواصل هو اعتذار علني من هذا القاضي عن الإجراء الذي قام به، وتقديم ضمانات كاملة بأن يعاد ترتيب الأمور وفقاً للمعايير الحقيقية وليست المعايير الاستنسابية والانتقائية التي يختارونها هم في هذه المحكمة. لم تقفل الأبواب نهائياً مع هذه المحكمة؟ أنا شخصياً لم تعد تعنيني. أقول أنه في حال تراجعت المحكمة واعتذر القاضي نفسه وعلناً عما قام به، يمكن لي أن أعود لمناقشة الأمر. ما هي خطوات المعركة المقبلة؟ الآن الوقت ليس يعني لا يزال مبكراً للحديث عنه. وهل هذا السبب تضع هذا الزر الخاص اليوم على؟ أعتقد أضع زر الشهيد عماد مونية، هو أشرف رجال هذا البلد. لماذا اخترت هذا الزر اليوم تحديداً خلال هذه؟ لأنني أعرف أن هذه المحكمة إنما تستهدف تراث وإنجازات ونضالات عماد مونية ورفاقه. رفض استكمال الجلسة وانسحاب الأمين منها لاقت ترحيباً من قبل العاملين في الصحيفة. ولا القانون بيحميني ولا دولتي بتحميني وأنا عم بتحاكم كصحافي، وبالتالي أنتوا عاملين كمية من الضغط والإرهاب. قدرتكم على تنفيذ العقوبات اللي بنعرفها سلفاً في إرهاب غير معلن مخبى، أنه أنا فيني أعمل كذا وفيني أعمل كذا. أنا مين بيقبوجي؟ أنا رئيس الجمهورية بقول له جيب لي هذا ورجع. ما في احترام لمؤسسات ودستور اللبناني. اليوم بمعزل عن كل الآراء السياسية وعن الاختلافات والانقسامات الحاصلة بالبلد، نشهد عملية استخدام لقوة خارجية بعملية الضبط المحلي، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه. صحيفة الأخبار حضرت هذه الجلسة لتقول رأيها وما لديها للرأي العام اللبناني وللمحكمة الدولية، وبالتالي فإن أي محاولات لاحقة للمثول أمامها لن تتحقق، وإن الجزء الثاني من المعركة قد بدأ. باسل العريضي، قناة الجديد. وننتقل إلى السفارة السورية، حيث ما تزال عملية الانتخاب جارية في ظل استمرار توافد الناخبين السوريين. ومعنا من هناك الزميلة رشال كرم. رشال مساء الخير ويعطيك العافية طبعا لك ولكل فريق العمل. ضعينا في أجواء السفارة طبعا هذا المساء. داليا، نهار السفارة طبيعة الحال سوف نستمع إليه ضمن تقرير سوف نستمع إليه بعد قليل، ولكن مساء هذه الانتخابات بعد تقريبا 20 دقيقة سوف تقفل صناديق الاقتراع. لا تزال طوابير السوريين المقترعين تتوافد إلى السفارة السورية تقريبا على بعد كيلومتر إلى كيلومتر ونصف كيلومتر. لا يزال السوريون يتواجدون ويرفعون الهتافات التي تنادي بحياة الرئيس السوري بشار الأسد. هذه الوفود لا تزال هنا. بإمكان كاميرا الزميل عصام برجيل أن يلاحظ العملية الانتخابية المستمرة حتى هذه الساعة المتأخرة. نذكر بأن اليوم هو اليوم الأخير، ومفترض أنه بعد 20 دقيقة أن تنتهي هذه عملية الاقتراع. للاطلاع أو لنكون هناك محصلة عن هذين اليومين، داليا، معنا السفير السوري لكي يعني نعرف كيف ستحصل الأمور الآن. يعني ساعة السفير يعني سأكون نهارين بالسفارة في تحل البويب، بعد فيه تقريبا 3 ساعة، بعد في عالم برا، شو حيصير بهالعالم؟ حتمددوا؟ حيزيد النهار ولا كيف حيصير؟ يعني الناس الذين انتظروا ومن ساعات، يعني أنا لا أستطيع أن أقبل أن يعودوا دون أن ينتخبوا، لذلك يمكن أن نمدد ساعة لكي نستوعب هذه الأعداد الباقية إلى الواحدة، يعني 12:30 الواحدة ريثما يعني ينجز، ولو كان الموظفون والدبلوماسيون قد أرهقوا، ولكن أيضا الناخبون قد أرهقوا، وخاصة هم منتظرون منذ ساعات في مداخل السفارة وداخل السفارة وخارج السفارة يعني. ولكن صارت قديه تقريبا عم نحكي، يعني صار في مقترعين، هل صار في أرقام بهذا الموضوع؟ يعني الأرقام الإحصاء الدقيق يصدر من دمشق، ولكن الأعداد كبيرة كما رأيتم. ليس كل من حضر انتخب بالأمس خاصة، أما الذي حضر اليوم فقد انتخب. يعني أكثر من 100,000، أكثر من 150,000، يعني عدد غير قليل، ولكن الذي حضر بالأمس ربما تجاوز 200,000، ولكن ليس كل الذين حضروا انتخبوا، وربما أكثر من النصف لم يتمكنوا من الانتخاب. ولكن الأعداد التي وضعت بطاقات في الصناديق
وسجلت أسماءها وانتخبت بشكل نظامي أرقام غير قليلة. سعد سفير، ولو باختصار لو سمحت، هذه الرسالة هنهارين اللي صار انتخابات رئاسية سورية بالسفارة اللبنانية، شو كانت الرسالة منها من يلي المشهد اللي كنا شفناه؟ يعني الرسالة أنا بتقديري وصلت رسالة إلى كل من يعنيه الأمر، وصلت رسالة إلى العالم، لأن السوريين الذين توافدوا ومن كل الجغرافيا اللبنانية من الشمال والجنوب والوسط ومن ممثلين لكل البقاع السورية أيضا كل محافظاتها، هذه رسالة للعالم بأن سوريا التي حسبها كثيرون أن سوريا شعب سوريا صار يعني أسيرا لأي إغراءات لأي ترهيب لأي مخاوف، فاجأ الشعب السوري هؤلاء وخاصة في بيروت في لبنان بأن هذا الشعب صار متمسكا بوطنه أكثر، لأنه استشعر الغربة، استشعر الخوف، استشعر الحاجة إلى الأمان التي افتقدها خارج سوريا، وأدرك أن الإرهابيين الذين دمروا بنيته التحتية ومارسوا أبشع صنوف القهر على المناطق التي سيطروا فيها، أدرك السوريون أن ملاذهم ليس هذا الإرهاب وليس داعمي هذا الإرهاب ولا ممولي هذا الإرهاب، لذلك كان هذا الإقبال الكبير على الانتخاب، لأنهم ينتخبون الذي دافع عن سيادة سوريا، ينتخبون الجيش، ينتخبون القيادة، ينتخبون الأمان الذي افتقدوه، ويرون في هذا الانتخاب عودة لهذا الأمان واندحارا للإرهاب الذي شكل تهديدا للسوريين في الداخل ويشكل الآن تهديدا لهم في الخارج، وهم بهذا الإقبال يرون جسر عودة إلى وطنهم وجسر بناء للوطن وجسر أمان أيضا للمستقبل الذي يحلمون به. شكرا لك سعادة السفير على هذه المقابلة أيضا، يعني مثل ما فهمنا رح يكون في تمديد حوالي الساعة من ريثما ينتهي هذا ينتهي هذا العدد، لأني أنا لا أقبل على نفسي من انتظر ساعات أن أقول له عد وبلا تنتخب. شكرا لك. داليا، أيضا في إشارة إلى هذا الموضوع، إلى أن في 3 حزيران وهي تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية السورية، سوف يكونك صناديق في على المعابر الحدودية لمن لم يتمكن من الانتخاب في السفارة السورية، يمكنه أيضا الانتخاب بعد تقريبا 3 أيام. ولكن في محصلة هذا النهار يعني لاحظنا الأشخاص الذين حضروا مساء هذا اليوم ليسوا فقط من الشباب ولكن أيضا من العجز، تمكنا من الحديث مع عدد منهم وذكرنا لهم وقلنا لهم أحد يعني عمره 85 عاما، قلنا له لماذا أتيت وهو كان بصحة يعني تعيسة جدا، قال لنا بأن الواجب الوطني وهو يرغب وهو يجب أن يكون مثال للشباب بأن ينتخبوا بأن يعودوا إلى بلادهم ريثما تهدأ الأمور. إشارة أخيرة وهذا قد يكون عبرة عن هذا النهار، بأن الصورة كانت ثلاثية، عادة كانت هناك صورة للمرشحين وصورة إضافية للرئيس بشار الأسد، لاحظنا بأن العديد من الأشخاص عندما كانوا يمسكون هذه الورقة كانوا مباشرة يمزقون ويحتفظون بصورة الرئيس بشار الأسد ويقولون بأنه لا يجوز أن يكون هناك أي مرشح آخر غير الرئيس بشار الأسد. هذا فقرة عبرة عن أجواء أو عن غالبية الأشخاص الذين صوتوا اليوم أو الذين اقترعوا اليوم في السفارة السورية، وبالتالي من الآن إلى ساعة إلى ساعة وثلث الساعة سوف تنتهي بالمبدأ الانتخابات السورية في السفارة السورية في لبنان. الآن نسمع إلى النهار، نهار السفارة السورية كيف كان ده اليوم؟ نعم، شكرا للزميلة رشال كرم. طبعا وكما ذكرت المشهد في السفارة السورية في اليوم الثالث طبعا لم يختلف عن اليوم الأول، تقرير لزميلتي رشال. مين بتحدى العالم كله؟ انا هيك عزان، انا عامل عزان هيك اسمع هيك عزان، انا عامل ولي الشرف وانا سوري برفع راسي. نعم عرفت كيف؟ احنا الوحيدين، احنا الوحيدين بسوريا ما عدنا طائفيه. اعتبر البعض ان الزحف اليوم الاول من الانتخابات كان مفتعلا ومقصودا، الا ان مشهد اليوم الثاني من التصويت لم يقل اهميه لناحيه عدد المقترعين. فمنذ 7 صباحا لم تعرف ساحة السفارة السورية لا راحة ولا هدوءا، فمن لم يتمكن من التصويت أمس حضر اليوم مصرا على الانتخاب. ربما بعض المخاوف دخلت إلى عدد قليل، أظنه قليل جدا، ولكن حتى هذا القليل رأى كيف أن المفاوضات مع المسلحين في حمص وفي ريف دمشق
وفي كل المناطق السورية عندما يعني يقبلون بأن يلقوا سلاحهم ويتفقوا مع حكومتهم مع شعبهم مع الهيئات الشعبية، نرى أن الدولة حتى هؤلاء صالحتهم، فكيف من لم يرتكب شيئا؟ بالعكس، سوريا ترحب به، وسوريا أم شديدة الحنان على أبنائها. من يبرود؟ وليش هلأ جيت؟ لأنه مبارح جيت كثر ما كان في ناس، دخلت بالآخر وشمس كانت قوية، رجعت على بيتي. واليوم؟ اليوم كيف كانت الأمور؟ دغري هلأ اليوم جينا طريق عادي وما في شيء. وأنا أولا أنا معاق، شوفي أنا الشرطة اللبنانية والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني على الرأس من فوق مشكورين، جابوني شيل من الشارع من فوق لهون. ليه؟ الله يحميهم. لأن أنا معاق، وأنا ليه جيت؟ لأن معاق، حبي بوطني وبقائده. ننتخب رئيسنا عشان نرجع لبلدنا. في منهم بيقولوا منك مضطر، أنت تعبان موجوع. لا مضطر، أي بلدنا. حدا ضغط عليك؟ لا. لم يهدأ هذا المسؤول في السفارة من إعطاء الإرشادات للمقترعين، يتنقل يمينا وشمالا. أما للأوراق الممزقة على الأرض فقصة أخرى. لا، المشكلة عم يجوا بيخزقوا، بياخذوا صورة الرئيس بشار الأسد، بيخزقوا صورتين الباقيات بيزتوهم بالأرض. بس هي المشكلة، فكل ما عم نلقط حدا عم باخذ منه الصورة بعطيه واحدة عادية، بيرجع بيستبدلها بيحطها بالمغلف. هذه ورقة ملغات. ايه طبعا. أقفلت بعض الدول الداعمة للمعارضة المسلحة أبواب السفارة السورية في بلادها، إلا أن ذلك لم يمنع سكانها السوريين من ممارسة حقهم في الانتخاب. مقهور، لأنه أن يمنع شخص من حرية انتخاب فهذا غير موجود لا في الثورة الفرنسية ولا في العالم، هي ضد الإنسانية. شو قصدك تقول؟ قصدي أقول أنه هي ضد إنسانية الإنسان أن يكون حراً. نحن ننتخب الوطن وننتخب السيد الرئيس لأجل إحياء هذا الوطن وإحياء أطفال هذا الوطن. أنا جاي من القاهرة أنتخب وأرجع. ليه؟ لأن بدي أدي صوتي، وإحنا هلأ وقتنا لازم نوقف جنب بعض وواحد يأدي صوته. من كل حدب وصوب أتوا، وبغض النظر عن انتمائهم السياسي أو الحزبي، إلا أن المؤكد أن السوريين تمكنوا من الاقتراع لرئيس لهم، أما اللبنانيين ففشلوا. من السفارة السورية في لبنان، رشا الكرم، قناة الجديد. الزحف السوري للتصويت في مقر السفارة السورية فتح معركة الأرقام والأحجام بين الموالاة والمعارضة، فما هي حقيقة تلك الأعداد؟ كل هؤلاء يتجهون إلى السفارة التي ناضلت قوى 14 من آذار أشهر عدة لإنشائها. طبعا داخل قلم الاقتراع في باحة السفارة لم تتوفر أفضل ظروف حرية التعبير. غير أن المهم في هذه الانتخابات ليست معايير الحريات في أقلام الاقتراع بقدر ما هي تحديد نسب المشاركة الفعلية فيها، فالنظام ممثل بثلاثة مرشحين من أصل ثلاثة والرابح بينهم معروف، أما نسبة الإقبال فتحدد نسبة الشرعية. وكخبراء في لعبة الأرقام منذ تظاهرات 18 من آذار في لبنان التي قيل فيها أنها مليونية، فيما مساحة الأرض التي أقيمت عليها لا تتعدى سعتها القصوى 400,000 نسمة، فنحاول اليوم رصد رقم تقريبي لعدد المقترعين السوريين في اليومين الأخيرين بصورة علمية. أسرع شوي لو سمحتوا، الورقة بتحطوا إشارة صح تحت اسم المرشح تبعكم، بتحطوا الورقة بالزرف وما بتخزقوا ولا صورة. بحسب الأرقام الرسمية للدولة اللبنانية فعدد السوريين الشرعيين في لبنان يقارب 1,300,000 نسمة، وفي ظل عدم وضوح الرقم الرسمي لعدد المخولين الانتخاب من هؤلاء سنعتمد رقما تقريبيا وهو 700,000 سوري مخول الانتخاب. مركز الاقتراع الوحيد في لبنان يتألف من 6 صناديق رصدنا إحداها لمدة دقيقة كاملة لتحديد عدد الظروف التي تدخل الصندوق في هذه المدة.
11 صوتا في الدقيقة الواحدة سنحتسبها المعدل الذي يدخل كل صندوق من الصناديق الستة في مركز الاقتراع. الاقتراع استمر ليومين من الساعة 7 صباحا حتى 12 منتصف الليل، أي 16 ساعة يوميا. 11 صوتا مضروبا بستة صناديق تعني 66 صوتا في الدقيقة الواحدة. إذا ما ضربوا بستين دقيقة تكون النتيجة 3960 صوتا في الساعة. نضرب الرقم بستة عشرة ساعة فتكون النتيجة أن 63,360 سوريا انتخبوا في اليوم الانتخابي الواحد، أي حتى منتصف ليل الخميس هذا يكون الرقم التقريبي للمقترعين السوريين يقارب 126,720 صوتا، أي بنسبة 18% إذا ما كان عدد المخولين الاقتراع 700,000. جد غصن، قناة الجديد. باسيل يرفض انتظار الحل السياسي في سوريا لحل أزمة النازحين، وسليمان رفض التمديد لتحرير الدستور من عبودية التعديل. وأخبار إضافية في بانوراما محلية للزميل عنان زلزلي. في مؤتمر صحفي بعد لقاء جمعه بنظير الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أن لبنان يحاول تحييد نفسه عن الأزمة السورية وفتح أبوابه لاستقبال اللاجئين، إلا أن عملية النزوح أصبحت ترتبط بقدرة المنظمات الدولية على التعداد. لبنان ليس بإمكانه انتظار الحل السياسي في سوريا كي يغير من سياسة الأبواب المفتوحة، إنما عليه أن يأخذ الخطوات المطلوبة كي لا ينهار لبنان عند تضاعف عدد النازحين. إن انهيار لبنان في هذه الحالة حتمي، وسيكون لذلك تداعيات على المنطقة وأوروبا. أمل رئيس الجمهورية السابق العماد ميشيل سليمان بدولة تحمل الجميع من دون استثناء وتلغي الدويلات ضمن الدولة. كلام سليمان جاء لدى رعايته حفلة تخريج طلاب جامعة رفيق الحريري للعام الجامعي 2014. إن الجنوح الغرائزي إلى التمديد وعزم المسبق على تقديم طعن بقانون تمديد ولاية المجلس النيابي جعلاني منذ سنتين ونيف وفي مناسبات عدة أعلن رفضي المطلق لأي شكل من أشكال التمديد. هذا الموقف الثابت يعلمه تمام العلم الرئيس هولاند من خلال محادثاتنا المتكررة، ويعلمه أيضا سفراء الدول الخمس والدول الشقيقة وسفيرة الاتحاد الأوروبي. أما هدفي من المجاهرة بذلك فكان ولا يزال إلزام نفسي بالموقف وتحريرها وتحرير الدستور كذلك من عبودية التعديل المرتجل لمصلحتي ولمرة واحدة. عقد وزير الصحة العامة اجتماعا هو الأول مع مجلس إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وبحث معهم في سبل تطوير المستشفى طالبا منهم وضع خطة لذلك على أن تعرض عليه الأسبوع المقبل، مشددا على أن رفع المستشفى إلى المستوى المطلوب يحتاج إلى تضافر الجهود والصبر. فقط ما أطلب هو وما أدعو إليه وما سأحرص عليه هو إبعاد السياسي عن المستشفى. السياسي خارج أسوار مستشفى رفيق الحريري، سواء في الإدارة سواء في الموظفين أو في أي أمر آخر. أوقف مكتب مكافحة المخدرات في البقاع أحد أبرز المطلوبين في بلدة بريتال عين ياء الملقب بالشايب، وهو مطلوب بأكثر من 400 مذكرة توقيف قضائية تجارة المخدرات والأسلحة وسرقة سيارات ودراجات نارية. يذكر أنه من أكبر مروجي السيمو، وقد تمكنت عناصر المكتب في استدراجه على أنهم يبتاعوا منه دراجة نارية مسروقة، فاستطاعوا توقيفه من دون أي مقاومة واقتيد إلى زحلي حيث بوشر التحقيق معه. رعى وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب حفل اختتام الأنشطة التربوية المدرسية في قصر يونسكو، وطلب في كلمته من السياسيين والمعنيين محاولة التواصل هذا الأسبوع إلى حل في موضوع سلسلة الرتب والرواتب. افتتاح معهد عصام فارس في الجامعة الأمريكية، وفارس يدعو إلى تفعيل السياسات العامة من أجل إنجاح القطاع العام.
في حفل حاشد حضرته شخصيات سياسية وأعلامية ودبلوماسية وأكاديمية، جرى افتتاح مركز عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت. الكلمة الأبرز كانت لنائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس، الذي تحدث من مقر إقامته في الخارج عن أهمية أن يكون هذا المركز نقطة انطلاق للمساعدة في تفعيل السياسات العامة ومقاربة العلاقات الدولية بموقف موحد واستغلال النظام الدولي لتعزيز مصالحنا. These topics are public policy and international affairs to serve the public good, to strengthen the state, to develop active and viable citizen, and to promote human rights. The emphasis on public policy is to lift us from the narrow interests of individuals, parties, and groups. In Lebanon, we have succeeded in the private sector, but we have not done well in the public sector. Indeed, some would say public policy has hindered private sector development, dynamism, and potential. And as a result, the state is weak and the people are deprived from the security and benefits that come from having strong public institutions. The emphasis on international affairs in the mission of the Institute is of equal importance. At our moment of greatest need, we allowed regional and international powers to exploit us, to benefit from our weaknesses, and to advance their agendas at our expense. إشارة إلى أن المركز شيد في الجامعة الأمريكية في بيروت، وهو يضم مسرحا للمؤتمرات ومكاتب للباحثين، ليكون منبرا لصناعة السياسات العامة وأعداد دراسات تعنى بالعلاقات الدولية. وعلى هامش الاحتفال، لفتت هذه الصورة التي تجمع ريتشارد ميرفي ومخيل الظاهر بعد نحو جيل على معادلة مخيل الظاهر أو الفوضى. أهلا بكم من جديد. الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومن كفر برعم المدمرة في الجليل المحتل يطالب اللاجئين التمسك بأرضهم التي هجروا منها. بالزغاريد والهتافات استقبل أهالي كفر برعم المدمرة في الجليل الأعلى المحتل البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في زيارة هي الأولى بعد تهجير القرية عام 48، حيث دعا البطريرك أهل كفر برعم للتمسك بأرضهم التي هجروا منها. ما بيموت حق وبرا مطالب. رح نعمل رسالة لرئاسة البابا بهذا الموضوع حتى لدى الأسرة الدولية يصير المطالبة بالعودة إلى أراضيكم، هذا حقكم الطبيعي. واعتبر المشاركون في الاستقبال زيارة البطريرك لهم بمثابة دعم معنوي ونفسي لصمودهم على أرضهم. التطبيع للرجال السياسي مش إلنا إحنا كرجال دين، مجبورين نزور رعايانا. شعوري برعم بهاي اللحظة إشي لا يوصف، هاي شعور بالأمل سيدنا اليوم معنا تيصلي لرجوعنا لهون. وكان أهالي كفر برعم قد أعلنوا عودتهم إلى قريتهم قبل 10 شهور، حيث يتناوب أهالي القرية على المبيت فيها يوميا، متحدين بذلك كل القرارات الصهيونية الهادفة إلى تهجيرهم عن وطنهم. قرار محكمة عدل هن ما احترموه، وعود هن القطية والشفهية ما احترموها، فبالآخر قلنا فش نتيجة إلا نعلن عودتنا وبالقوة نقعد هون قدام كنيستنا وحول بيوتنا. وتعرض أهالي كفر برعم المسيحية لخدعة صهيونية عام 48، حيث طلب الصهاينة منهم ترك قريتهم لمدة 2 أسبوع فقط والمكوث في القرى المجاورة، لكن 2 استمرا 66 عاما. في هناك قرار حكومي ب 52، قرار حكومي محكمة الدولية أعلى محكمة في إسرائيل، قضائي في إسرائيل، بإعادة المهجرين، ولكن الحكومة رفضت إعادتهم وما زالت ترفض حتى الآن. كل برعماني يموت يتوفى يدفن في برعم، بمعنى المقبرة هي البيت الرجوع النهائي. والظاهرة السياسة الإسرائيلية إنه ما بدنا يانا نرجع أحياء إلا أموات. وجع بالقلب، بقول لك أنا كل يوم، إحنا كل يوم بس بهذا الإحساس، بس إحنا متأملين، أملنا كبير بالعودة بالعودة إن شاء الله.
وفي عام 1953 قرر العدو هدم القرية بالكامل، فلم يتبقى منها سوى الكنيسة والمقبرة. همة بنيكي تيمموا نجوم السحاب، وعأرضك رح يرجعوا كل إحباب، رح يرجع الشيخ والطفل يلعب بالتراب، ترابك عز واسمك مفتخر. ولا مرة نفقد الأمل، دايما لازم يكون عندنا أمل لأنه نرجع. 20 عاما وأنا أحترف الحزن والانتظار. على بعد 4 كيلومترات من الحدود الفلسطينية اللبنانية، لاجئون مهجرون حولوا الشعارات إلى حقيقة. شباب كفر برعم تحدوا الكيان الصهيوني وعادوا محققين بذلك آمال وأحلام 7 ملايين لاجئ فلسطيني يحلمون بالعودة. من قرية كفر برعم من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، نزار حبش، قناة الجديد. انقلب السحر على الساحر، وأصبحت البلدان الغربية المصدرة للإرهاب تخاف من عودة من تجند من مواطنيها للجهاد في سوريا مع المجموعات المتطرفة إلى ديارهم. عودة من جرى تجنيده من الجهاديين الأجانب إلى بلده بات هاجساً أمنياً يقض مضاجع المسؤولين في تلك البلدان، من بريطانيا إلى أستراليا إلى فرنسا إلى أمريكا وحتى السويد التي خسرت حيادها بدخولها في مهام عسكرية في مالي وأفغانستان. وقد ارتفع عدد الشبان الذين غادروا بلادهم للمشاركة في عمليات جهادية لا سيما في سوريا، ما دفع مسؤولي عدة دول غربية إلى ضاق ناقوس الخطر. وأعربت هذه الدول عن قلقها مما يمكن لهؤلاء الشبان أن يفعلوه في بلادهم بعد أن تدربوا على الجهاد خلال انضمامهم إلى المجموعات المسلحة المتطرفة في سوريا لا سيما تلك التابعة لتنظيم القاعدة. ففي بريطانيا مثلا ألقت السلطات القبض على شقيقين اعترفا بالتخطيط للسفر إلى سوريا للتدرب على العمليات الإرهابية. وفي أستراليا كشف السفير الأسترالي لدى الأمم المتحدة عن وصول آلاف المقاتلين الأجانب إلى سوريا للقتال تالي إلى جانب جماعات مثل جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة. وفي السويد قال مدير المخابرات السويدية أن نحو 200 إسلامي انضموا إلى الحرب في سوريا، وهم يمثلون اليوم أكبر تهديد أمني للبلاد بسبب إمكانية مشاركتهم في هجمات. ولعل أفضل توصيف لهذا التهديد الإرهابي وأسبابه هو ما ذكره تقرير أصدره المعهد الملكي للدراسات الأمنية والدفاعية في لندن، والذي أكد فيه إمكان أن تتحول الحملة العسكرية في ليبيا إلى فشل استراتيجي. وقال التقرير إن حربي العراق وأفغانستان الفاشلتين اللتين كلفتا بريطانيا 48 مليون دولار ساهمتا في نشر الإرهاب، إذ أدى غزو العراق إلى صعود تنظيم القاعدة في جبه الجزيرة العربية كرد فعل على هذا الغزو وما ترتب عنه من تهميش السنة من سكانه. وقال التقرير إن هذا التنظيم بات يشكل تهديدا إرهابيا جديدا على المملكة المتحدة وحلفائها، لا سيما أنه يمتد اليوم مع غيره من الجماعات الجهادية عبر الحدود العراقية السورية. واعتبر التقرير أن تنظيم القاعدة ما كان ليوجد لو بقي الرئيس صدام حسين في السلطة. نتائج الفرز الأولية في الانتخابات الرئاسية المصرية تظهر تقدما للمرشح عبد الفتاح السيسي على منافسه الوحيد حمدين صباحي، والأخير يعلن خسارته. أقر مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي بخسارته الانتخابات الرئاسية المصرية، مشيرا إلى أنه في المقابل كسب احترام ومصداقية الشعب، وقال أحترم خيار الشعب. وأوضح صباحي أنه لا يقبل بأي منصب تنفيذي. هذا وكانت نتائج الفرز الأولية لأصوات المقترعين في الانتخابات أظهرت تقدما كاسحا للمرشح عبد الفتاح السيسي بعد الانتهاء من فرز أكثر من 90% من الأصوات ليلة الخميس. فقد حصل السيسي على أكثر من 22 مليون صوت حتى
حتى الآن في مقابل 853 ألف صوت لمنافسه. وتجمع أنصار السيسي في ميدان التحرير ابتهاجا بالنتائج غير الرسمية التي منحته فوزا بأكثر من 90% من أصوات الناخبين. ورقص المؤيدون فرحا بفوزه على منافسه الوحيد حمدين صباحي الذي حصد 2.9% من أصوات الناخبين البالغ عددهم أكثر من 25 مليون من أصل 53 مليون مسجلين في لوائح الانتخاب. وأشادت كل من بعثة الجامعة العربية والبعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات الرئاسية بسير الانتخابات، إذ تم وصف تلك الانتخابات بالنزيهة رغم وجود بعض الخروقات غير المؤثرة. أما الآن فنبقى مع نشرة الفنية وزميلتي دارين شاهين. مساء الخير. ياسمين حمدان اللبنانية تصل إلى العالمية، وتحديداً من خلال فيلم Only Lovers Left Alive. خلينا نشوف عن شو عم بحكي. يا هسي يا قلبي الفرقة تقلمني، أنا ما عندي حل، أنا ما عندي حل، أنا ما عندي حل. هي لبنانية الأصل، اختارت أن تسكن في العاصمة الباريزية كونها ترى فيها المكان الأنسب لتطور فنها. وإنما ياسمين حمدان تعترف بأن كلمات وألحان أغانيها مستوحاة من ثقافتها العربية ولبنان التي ولدت فيه وعاشت فيه لفترة طويلة. ولكن يبقى السؤال، كيف توصلت ياسمين إلى الغناء بفيلم Only Lovers Left Alive العالمي، وكيف تعرفت على كاتب الفيلم جارمش؟ تعرفت عليه أولاً بمهرجان سينما، بعدين القصص صارت هيك مثل كأنه أكسيدنت، يعني أنه تعرفت على بنت هونيك بدي بيانو كلاسيك بيانو، قالت لي أنا بدي أقدم حفلة، هي وجوزة وقتها كان كمان جوري بالفستيفال مايك فيجس، هو مخرج وبيعمل موسيقى بألف، بقدموا الكونسرت وعزموني غني 3 أغاني، وكانت جارمش هونيك وكان في كتير عالم هونيك، it was a private party. من بعد الحفلة إجا جارمش حكي معي وقال لي إنه كتير 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 حب. بقى أنا وقتها مرقت له كتير موسيقى قديمة، مرقت له كل شيء من صباح فخري لسيد درويش لأسمهان لأم كلثوم. بقى بلشت أنا أحكي معه وقتها بهالسهرة، قال لي إنه عنده فكرة لإلي، عباله يكتب سين لإلي بفيلمه الجاي. الفيلم تصور يعني الفيلم هو القصة إنه هو بأمريكا بديترويت، جزء منه بس هني فامبايرز، سو بتشوفهم بس بالليل وبتشوفهم كتير بإندورز، يعني ما بتشوفهم كتير برا. وجزء منه تصور بطنجة بالمغرب. أنا السين اللي أنا فيها موجودة فيها تصورت بطنجة بالسوق القديمة. وعن جديدها أخبرتنا ياسمين، عندي حفلة بـ8 حزيران بالميوزيك هول بيروت ووتر فرونت. صار فترة، صار زمان ما جيت على لبنان، بقى هيدا الشيء كتير مهم لإلي، هيدا الحفلة كتير مهمة لإلي، وبتمنى إنه كل العالم اللي بيتابعوا شغلي واللي بتسمعوا أغاني من وقت سوب كيلز ومن وقت ياس وهلأ مع ألبومي يا ناس، بتمنى أنه أشوفكم كلكم هونيك، وهذا الشيء كتير إيموشنال لإلي لأنه it's going to be a very nice night. من المتروبوليس أشرفية، دارين شاهين، قناة الجديد. على اللبناني براد بيت أكلا بوكس، تابع سوا. تعبت منك عشان ماليش غيرك ولا بستغنى عنك، وعشان بحبك ماليش مكان في زعل روحي إلا حضنك، وعشان ماليش غيرك حبيب.
عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن سعادتها بالروح الجميلة بين الشعب المصري، وطالبت الوطن العربي أن ينظر إلى هذه الروح بإيجابية، وتمنت أن يحفظ الله الوطن العربي. وكتبت إليسا على تويتر: مبروك لنجاح الانتخابات الديمقراطية في مصر، نحن سعداء ونأمل بداية مستقبل مثمر لمصر. كما أعلنت إليسا عن تحضيرها لتصوير غلاف ألبومها الجديد، حيث ستصور الأسبوع المقبل الغلاف مع المخرج إلي رزق الله والمصور الفوتوغرافي ماتيس كلامير. في خطوة من المتوقع أن تثير جدلاً، نشرت مجلة بيلد الألمانية صورة تظهر فيها مؤخرة دوكة كامبريدج كيت ميدلتون وهي عارية، بعدما رفعت الرياح الفستان الذي كانت ترتديه خلال زيارتها الأخيرة إلى أستراليا ونيوزيلندا. توجهت الممثلة المصرية شريهان بكلمة من القلب إلى المرشح الرئاسي حمدين صباحي، وقالت له: كلمة في صدري وشهادة حق لرجل شديد المصرية جاء موعد البوح بها، وأقسم لو كان الموقف غير الموقف اللي كنت احتفظت بها في نفسي. شكراً لكل ما قدمه المواطن المصري حمدين صباحي لمصر والشعب المصري بمنتهى النزاهة والإخلاص والصدق والوطنية. حتى المشاهير يضربون. فخلال عرض البريمير لفيلم ماليفيشنت للممثلة العالمية أنجلينا جولي، تعرض حبيبها الممثل العالمي براد بيت للضرب على وجهه وهو يوقع لمعجبيه من قبل شاب كان موجود بين الحضور. هيدا كان كل شيء. باي. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: إبراهيم الأمين يمثل أمام المحكمة، يعلوه عماد مغني، يطعن يصمت وينسحب. أريد أن أنسحب. At least let's say goodbye. السفارة السورية في اليوم الثاني لتجديد البيعة. سوريا ترحب به، وسوريا أم شديدة الحنان على أبنائها. العداد يسجل 11 صوتاً في الدقيقة. أسرع شوي لو سمحتوا. الورقة بتحطوا إشارة صح تحت اسم المرشح تبعكم، بتحطوا الورقة بالزرف وما بتخزقوا ولا صورة. الراعي في كفر برعم، لقاء على أنقاض القرية المدمرة. سيدنا اليوم معنا تيصلي لرجوعنا لهون. كان هذا كل شيء. فريق عمل هذه النشرة يشكر لكم حسن المتابعة، ودمتم بأمان الله.